والناتج يسجلها في الموارد الحالية.
Thank you.
استاذ عبد الله بس لحظه والله الحمد لله ما نسمع ايش اخبار نسوي طيب الله يعطيك العافيه ان شاء الله يحفظك شلون؟ التوفيق ان شاء الله التوفيق عند صالح الصالح الله يسعدك ان شاء الله الله يسعدك لتغطية ويش استاذ رأس المال صح؟ كلنا ساكن الساعة
معكم طيب بعطيك فرصة حلوة حلو هذا السؤال بعدين حلو هذا عندكم حل السؤال مذكر يا سلام نعم أيضاً هذه الخطوة الأولى حسب القيمة الحالية للقطاع
10 شهور سنتين وعشرة فاصل 31 كيف سوى المعادلة؟ أحط اللي هو القيمة الجابل اللي هي 2711 على اللي هو 3155 ثم أضربها في اللي هو 12 استاذ انت تكتب 9 ايام شلون تطلع الايام ولا ما يحتاج؟ ضرب في 30 15 ألف
Thank you.